الإمام الصادق سلام الله عليه افتقد أبا بصير، أبو بصير من أصحاب الإمام، افتقده 3 أيام لم يأت، فجاءه في اليوم الثالث. الإمام قال: يا أبا محمد، أبو بصير يقال له أبو محمد، يا أبا محمد غبت عنا 3 أيام. قال: سيدي كانت زوجتي حاملا وضربها الطلق فكنت إلى جانبها. قال: بارك الله فيك، بارك الله فيك. والآن؟ قال: سيدي وضعت. قال: الحمد لله. ماذا وضعت؟ أبو بصير قال: سيدي وضعت بنتا أنثى. الإمام الصادق يأكل، كان يأكل على الغداء. قال: وماذا سميتها يا أبا محمد؟ قال: سميتها فاطمة. يقول أبو بصير: رأيت الإمام لما سمع هذا الاسم رفع يديه من الطعام وأجهش في البكاء حتى رأيت دموعه مثل اللؤلؤ تنزل على كريمته ولحيته، وهو يقول: آهن آهن آه، سميتها فاطمة؟ يا أبا محمد، ما دام سميتها فاطمة فبحقي عليك لا تضربها ولا تلعنها. هكذا أهل البيت يتعاملون مع هذا الاسم، البيت اللي فيه اسم فاطمة له حرمة خاصة، اسم محمد كذلك.